ازيكم يا حلوين، انا اسمي جنة، بحب الرسم جدا. النهاردة هنرسم الكاندي او الحلويات. وقبل ما نبدأ الرسمة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. ويلا نبدأ. اول حاجة الادوات المستخدمة هي قلم رصاص واستيكة وقلم التحديد والمسطرة والألوان. أول حاجة هنرسمها كوب كيك. هنعمل خط وهنعمل نص دايرة. هنعمل الكريمة بتاعت الكوب كيك. وهنعمل الناحية التانية. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة. نجيب المسطرة ونعمل خطوط. دلوقتي هنعمل العين بتاعت الكوكيز. والعين التانية. هنعمل البق. هنرسم المصاصة. نعمل بونبوني. وهنرسم الشوكليت. هنجيب المسطرة بتاعتنا وهنعمل خط. وكمان خط. وهنعمل خط في نص المربع اللي هو الشوكليت. ونعمل خطوط. وبعدين هنرسم الايس كريم. نعمل طبقة الايس كريم. واحد، اتنين، تلاتة. واحد، اتنين، واحد. ونعمل كريزة. نعمل خطوط بتاعة البسكوتة.
وهنعمل كمان خطوط عكس اللي احنا عملناها. بعدين هنرسم كوكيز هنعمل دواير صودا بتاعة الشوكولاتة. هنعمل عين وكمان عين وهنعمل بق وهنعمل كمان كوكيز بس مقطوم. هنرسم برضو الشوكولاتات الصغننة دي ونعمل عين واحدة وبق وهنرسم البانكيك. هنعمل طبقتين وكمان واحدة عادي لو غلطنا ممكن نمسح. وكمان واحدة رابعة وكمان واحدة خمسة ونعمل كريزية. هنرسم الطبق كده. ننتقل لمرحلة التحديد. هنحدد الشوكليت والبونبون والمصاصة وعين الكب كيك والعين التانية وبق الكب كيك والكب كيك كريمة والخطوط اللي احنا عملناها وكوكيز وكوكيز التاني والبان كيك والايس كريم. دلوقتي هننتقل لمرحلة التلوين. هنجيب اللون البينك واللون اللبني واللون الموف واللون الأصفر واللون الأخضر واللون البينك واللون الأصفر. نجيب لون بني فاتح واللون أحمر. وللمصاصة هنحتاج اللون البينك والأورنج. وللبونبون هنحتاج اللون البينك والأخضر. وللشوكولاتة هنحتاج اللون البني الغامق والأصفر. وللآيس كريم هنحتاج لون بينك وأورنج وأصفر وموف وأخضر وأورنج وأحمر وأخضر للكريز ولون بني للبسكوتة. وللكوكيز هنحتاج لون البني الفاتح ولون أحمر. للبانكيك هنحتاج اللون البني الفاتح والكريزية باللون الأحمر والأخضر والطبق باللون الأخضر. وبكده
تكون نهاية حلقتنا النهاردة. ما تنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زرار الجرس، وباي باي.